بشكل مباشر تتأثر أعمال المصدرين والمستوردين في تركيا بسبب أسعار الطاقة، وهذه المجموعة هي واحدة من الشركات التي تتأثر أعمالها بسبب هذا الملف، وتنتظر كما روى لنا مسؤولوها أن تساهم اكتشافات الغاز في تركيا بتخفيف أعبائها. ما يعادل 90% من الطاقة في تركيا هي مستوردة، وهذا يؤدي ويؤثر بشكل كبير على قيمة التكلفة للمنتج التركي في كافة المجالات وفي كافة المناحي. نحتاج إلى هذه الاستكشافات وإلى هذه النهضة في مجال الطاقة. أمامنا في هذا التوجه تحدي أكبر، وهو قيمة التكلفة الكلية للمنتج. إذا ما تم تخفيف قيمة الطاقة خاصة علينا نحن المصدعون والاقتصاديون، فإننا نستطيع التنافس أكثر في الأسواق الإقليمية والأسواق العالمية. ترى أنقرة أن كميات الغاز التي اكتشفتها بالبحر الأسود تحمل أهمية استراتيجية تزداد بسبب موقعها الجيوسياسي في بحر تشهد أطرافه الشمالية والغربية حربا مستعرة بالسلاح تارة، والاقتصاد والعقوبات والغاز تارة أخرى. الأرقام الرسمية التركية تشير إلى أن نحو 45% من الغاز الذي تستهلكه تركيا تشتريه من روسيا، المورد الأول والرئيس للغاز إلى أنقرة، تليها أذربيجان ثم إيران ثم العراق. ولكن تركيا تستورد الغاز أيضا من الجزائر ونيجيريا وقطر والولايات المتحدة وغيرها، وستنتهي الكثير من عقود التوريد خلال السنوات المقبلة، بينما تساهم كميات الغاز المكتشف بنحو 17% من استهلاك تركيا السنوي لمدة 30 عاما. الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود بالنسبة لتركيا مهمة جدا جدا، وخاصة لأن 90% من الواردات هي من الغاز والنفط، لذلك كانت لابد على تركيا أن تجد حلا لهذه الأزمة التي يعني تعيشها منذ فترة طويلة، علما بأن هذا الغاز سوف يستعمل في داخل تركيا بعد حوالي سنة ونصف من الآن، وهذا يعني ما زالت الأسباب التي تعيشها تركيا الركود الاقتصادي والتجاري سوف تستمر إلى سنة ونصف وربما حتى إلى أطول. ويرتبط الملف بتغير السياسة الخارجية التركية، إذ تسعى تركيا لتكون مركزا عالميا لنقل الغاز، أما ارتفاعات أسعار المحروقات والكهرباء فترهق المواطنين الأتراك الذين ينتظرون أن يتغير الحال عند بدء وصول الغاز المحلي للمنازل والمصانع والمؤسسات. علام صبحات، الغد، اسطنبول.